تخلص لي الله بالحديث ذي إنما الأعمال بالنيات، تقصد وجه الله. الناس ذي ما بسوي لك شيء، الناس اللي حولك ذي انت كونوا يشكروك يقولوا فلان ده كريم ولا فلان ده متعلم ولا فلان شجاع إلى آخره، ده ما بينفعك، بل ده مرات بيضرك. عشان كده انت ما تلتفت للناس، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. قال لك زول داير يخلص لي الله، داير يخلص واحد، وفي حاجتين هنا. الحاجة الأولى إنه داير مدح من الناس، المدح ده والإخلاص ما بيتلمن سوا، داير تخلص لي الله والناس يشكروك، ده ما بيتلمن سوا. قد انت تخلص لي الله بعد ذاك الناس يشكروك، زي ما إن شاء الله بنذكر بعض يعني هذه الكلمات إن شاء الله نذكرها في وقتها وهذه المسائل. اثنين، الحاجة الثانية زول داير يخلص لي الله وعنده طمع في شيء عند الناس، ده ما بيتلمى. انت جابوك امام تصلي بالناس وانت طمعان في زول، في زول مهندس قاعد في الجامعة ده، انت طمعان الزول ده يديك حاجة ولا كذي، وده قال لك هو الإخلاص ما بيتلمى سوا. انت زول تمشي الكشف، تمشي العرس، تدفع قروش وطمعان يرجعوا لك القروش دي في مناسبة حقتك، دي هو الإخلاص شنو؟ ما بيتلمن سوا. عشان كذا قال: لا يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، بيتلمن؟ ما بيتلمن. والضب والحوت ديل برضو ما بيتلمن. قال: فإن حدثتك نفسك بالإخلاص، أسمع الكلام ده لابن القيم، ده قد يغير مجرى حياتك ويبقى لك سبب هداية، سبب خير إن شاء الله تعالى. قال: فإذا حدثتك نفسك بالإخلاص، دار تخلص، فاعمد إلى حب المدح والثناء. اعمد يعني أقصد، وازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة. زول العاشق الدنيا شغال بالآخرة؟ ما شغال بالآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون، يعني يتركون، ويذرون يوما، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال: فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الآخرة، ده المدح والثناء، وبوريك كيف تزهد فيه. قال: واعمد إلى الطمع فيما عند الناس، دي الآفة الثانية، واذبحه بسكين اليأس، تيأس مما عند الناس، نازل تيأس منه. قال: فإن أردت ذلك، لو دار تزهد في حب المدح والثناء ودار تضبح الطمع فيما عند الناس، قال: فاعلم أنه لا ينفع مدح أحد ولا يضر ذمه إلا الله تعالى. أن الذي مدحه، أن الذي مدحه زين أو مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى، أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله تعالى. لو عرفت إنه الله لو مدحك بيرفعك ولو زماك بيخفضك، ومن يهن الله فما له شنو من مكرم. لأنه هنا في فائدة، في ناس ما دارين المدح لكن خايفين من الزم، هو كون الناس يشكروه والزول ده متعلم وكذي، دي ما بتهمه كثير، يقول لك يا أخي ما يقول ما كلام ساي، لكن عنده خلل في جانب ثاني، خايف من الزم، يعني بيدفع في المناسبة ما داير المدح، يشكروه دفع ما دفع، لكن خايف شنو؟ يزموه،
بيصلي في المسجد مش عشان يقولوا بصلي وصلاي وكذا، خايف ما جاء المسجد يقولوا شنو الزول، لا يا اخي ما بيجي المسجد الزول ده ما فيه خير الزول ده كذي، خايف من الذم. انت قال لك تعرف انه البمد المدح بينفعك الله سبحانه وتعالى، وذمه بضرك الله سبحانه وتعالى. لو عرفت الشغل انه اي شيء من الله كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز شنو من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله هو اللي بيرفع ذكرك، ورفعنا لك ذكرك الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك الناس ما تشتغل بهم يا أخي، بشكروك ساي والله يشكروك، بكرة تموت يدفنوك ويجوا يضحكوا، يتونسوا ويضحكوا يومين ثلاثة، الزول ده كان طيب والزول ده كذي، تاني بينسوك. تتكون عمرك كله ضيعته عشان ديل وينسوك. تلقى زول آلاف البشر يشكروا فيه، يكتبوا له تعليقات ما شاء الله تمام متعلم تمام 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 تمام، الآلاف ديل جت واحد ما بدي حسنة، ولا واحد ما بيقدر يدخل في رصيده حسنة واحدة. ما لك مال بشر زيك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.